تجمع مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأن الغياب عن السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العام مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوى حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات المستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقد وقع تنفيذا للغرض المقصود من التجمع مع علمه به الجرائم الآتية: قتل وآخرون مجهولون المجني عليه مصطفى إبراهيم الخطيب عبدا مع سبق الإصرار، لم بينوا نية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدة بمركز شرطة كرداس انتقاما لفض اعتصامي ربع العدوية والنهر، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وقاذفات صاروخية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا إلى مقر المركز وحاصروه داخله، وما أن ظهروا به حتى أطلق المتهم السادس أي رجل يليان